هذا ودعا ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الخليج حاتم فؤاد علي، دعا الدول كافة لوضع آليات وصكوك موحدة تضمن تحركا دوليا موحدا يواجه آفة الإرهاب الرقمي الذي يشهده العالم. ندعو الدول ونقف دائما معهم لوضع الآليات والاتفاقيات والصكوك الدولية التي تتيح للعالم أن يتحرك معا في مواجهة هذا التحرك. فالجماعات الإرهابية والجماعات المنظمة كما رأينا في هذه الهجمة الأخيرة تتحرك أيضا معا، ويجب أن نواجهها جميعا. نحن نضع نعلق الكثير من الأمال على هذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات فاعلة تمكن المجتمع الدولي من أن يخرج بصيغة واحدة، قد لا تكون اتفاقية، قد يكون صك دولي، قد يكون اتفاق، قد يكون مجموعة عمل، قد تكون حركة، ولكن الأهم أن تكون منظمة وأن تكون تحرك جماعي من الدول والأمم المتحدة يجعلنا أقوى من العصابات الإجرامية التي نواجهها، حتى نستطيع أن نجابه هذه المخاطر الشديدة في مجال الإرهاب الإلكتروني أو الجريمة الإلكترونية.